أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن نمو الاقتصاد المستمر هو انعكاس لما تمتلكه مملكة البحرين من أساس صلب ومقومات مميزة جاذبة للاستثمارات في مختلف القطاعات بوأتها المكانة التي وصلت إليها. مشيرا سمو الى ان البحرين ستواصل تعزيز دورها في قطاع المال والاعمال من خلال اهتمامها المتواصل بتوفير عوامل الاستدامه للبنيه التحتيه الاقتصاديه عبر التشريعات والتسهيلات التي من شانها تحفيز وتيره الاستثمارات ومواكبه جميع المتطلبات والمتغيرات في هذا القطاع جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضابية صباح اليوم مع السيد محمد بن محفوظ العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبنك إنفست كورب حيث أشار سموه إلى النجاحات التي تحق تحققها المؤسسات المالية والمصرفية في مملكة البحرين وأهمية تعاون القطاعين الخاص والعام لرفض مختلف مسارات التنمية إيمانا بدور القطاع الخاص في أخذ زمام المبادرة خلال المرحلة المقبلة والبناء على الاستفادة من التجارب الناجحه التي تم انجازها بالتعاون بين هذين القطاعين في المملكه. مشيدا سمه بدور بنك انفست في تقديم خدماته بنجاح منذ تاسيسه واستفادته من التشريعات في تطوير ادواته الماليه والاستثماريه انطلاقا من مملكه البحرين. منوها سمه باسهامات البنك في تعزيز وتطوير الكوادر الوطنيه في القطاع المصرفي. من جانبه عرب رئيس مجلس اداره بنك انفست كورب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى نائب الاول لرئيس مجلس الوزراء على فرصه اللقاء مشيدا بما توليه البحرين من اهتمام ودعم للقطاع المالي والمصرفي والذي انعكس اثره على النجاحات التي يقدمها بنك انفست كورب طوال مسيرته منذ عام 1982 في مملكه البحرين.